الحسين من آل عمرو العلا، لقبه هاشم بن عبد مناف بن قصي. قصي لقبه مجمع، ونشأ هذا اللقب له من تجميعه لذرية فهر وإسكانهم حول بيت الله الحرام. قصي ابن لؤي من ذرية عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. وموسى بن عمران هو معرب عمرو العلا بن قهات. قهات معناه بالعبرية مجمع، وقهات هو ابن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. وقعت حادثة في تاريخ بني إسرائيل زمن موسى لم يذكر الله تعالى لنا نظيرا لها في قصص الأنبياء، فكانت هذه القصة من خصوصيات موسى النبي الرسالية اختصه الله تعالى بها، وهي نهضته بأهل بيته والصفوة من أصحابه لمواجهة أصحاب عجل بني إسرائيل الذي صنعه لهم السامري. وانتصر موسى على السامري ونسف العجل وأعلن البراءة من السامري إلى آخر الدنيا. وتكررت القصة في أمة محمد صلى الله عليه وآله، وظهر عجل بني أمية يزيد الذي قدمه معاوية للمسلمين على أنه خليفة النبي صلى الله عليه وآله، وطاعته واجبة ومعصيته مرفوضة. ونهض الحسين عليه السلام بوصية من جده وبأمر من الله تعالى بعشيرته الأقربين والمخلصين من أصحابه، وقاتل عجل بني أمية يزيد وجيشه، فقتل الحسين وأهل بيته، وسيقت نساؤه أسرى إلى الشام مع رأسه الشريف ورؤوس أصحابه، مما نبه الأمة من غفلتها وأيقظها من سباتها، فصار يزيد موضع لعنة إلى آخر الدنيا. وهكذا نسف الحسين عجل بني أمية بدمه الزكي، كما نسف موسى عجل بني إسرائيل بعصاه الآية الكبرى. وصار الحسين بذلك وارثا لموسى من بين الأنبياء والأصفياء، وهو بذلك نظير فريد لموسى حين بعثه الله تعالى لمواجهة الانقلاب الفرعوني على مشروع نبي الله يوسف وإنقاذ أتباعه بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون وملئه. فنقرأ السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، أي بقيت صفة موسى الرسالية التاريخية الهادية التي تفرد بها من بين الأنبياء بالحسين. فكأن الناظر إلى حركة الحسين في مواجهته للانقلاب الأموي على علي عليه السلام أبي الأسباط ونسفه عجل بني أمية وعدم الخروج على معاوية، ينظر إلى نبي الله موسى في بعثته ونهضته.